السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين بكل خير، ويا أهلا وسهلا مشتركينا الجدد. صورنا اليوم لكم بي ام دبليو الفئة السابعة موديل 2023، الجيل والشكل الجديد، تصميم جديد كليا. تأتي الواجهة الأمامية بشبك بحجم كبير، كشافات أصبحت أصغر من الموديلات السابقة بتصميم جديد. اسم الفئة في الخلف اي سيفن الفئة السابعة، تصميم جميل، تكنولوجيا لعام 2030، تم اطلاقها في عام 2023 في فئة السابعة لبي ام دبليو. شكل رهيب جدا جدا. مقاس العجلات 21 إنش، تتوفر بعدة أحجام ومقاسات وأشكال. الداخلية زي ما تلاحظون عصرية شبيهة بالإكس إم اللي تم الكشف عليها قبل سنة تحديدا. شاشة خلفية كبيرة مقاس 24 بوصة، شاشة مسرحية تعتبر. لاحظوا الكريستال المصقول، في أزرار التحكم في المقاعد، ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.